جديد يعني في هذه إذن المحطة وفي هذا اليوم في ذكرى رحيل محمود درويش، طبعا من بعد ما كتبت الكاتبة أحلام مستغانمي في هذه الذكرى الفتى المدلل للحزن الذي كانت وصيته الأخيرة لا تعتذر عما فعلت. موت محمود درويش ترك تلك القضية المقدسة عارية سوى من حناجر وخناجر أبنائها. رحل درويشهم وبقي محمودنا، ميم المغامر والمعد المستعد لموته، الموعود من فيا مريض المشتهى، الشاعر الأبهى مضى فتى كما جاءنا لم يشخ، ظل يحمي صورة الشاعر في وسمته الأبدية وعنفوانه الأزلي. رفض طبعا هنا الحديث عن محمود درويش، رفض كما رفض قبله نزار أن نراه في هيئة تخذل قامة الشعر، وأوصى بألا يعيش حياة اصطناعية في سرير الموت السريري، أكثر مهانة على الشاعر من الموت الشعري. كم نازل الموت كما ينازل الماتادور في كل أبهته ثورا في حلبة كوريدا، في كل مرة كان يعود إلينا من الموت بأذن الثور برهانا على معركة انتصر فيها على المرض، فيهدي أذن الثور إلى حبيبته القصيدة. كلما نجا محمود درويش من سرير الغريبة وبعث حيا ازدهر الشعر بعودته وازداد منسوب الجمال في العالم. إذن أحلام مستغانمي ترثي محمود درويش في ذكرى السابعة لرحيله عنا. طبعا محمود درويش هو الابن الثاني لعائلة تتكون من 5 أبناء وثلاث بنات، مواليد العام 1941 من قرية البروة وهي قروة فلسطينية مدمرة قضاء عكا. طبعا لجأ كما لجأ آخرون عام 48 إلى لبنان وهو في 7 من عمره، بقي هناك عام واحد فقط، بعدها تسلل وعاد إلى فلسطين التي لم يستطع أن يبتعد عنها، بقي في قرية دير الأسد وبعدها في قرية الجديدة أكمل تعليمه، وبعدها التحق في الحزب الشيوعي طبعا في أراضي عام 48. لم يسلم من مضايقات الاحتلال واعتقل أكثر من مرة ابتداء من عام 1961، وغادرنا قبل 7 سنوات في 9 من شهر آب عن عمر 67 عاما. حتى نتحدث عن محمود درويش هذا العلم وهذه الأيقونة في تاريخ الشعر والأدب المعاصرين، نرحب هنا بالأستاذ مراد السوداني الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء. يسعد صباحك. يسعد صباحكم وصباح هذه الفلسطين الشهيدة الشاهدة التي تحتفي ببطولاتها دائما وتزف السادة الشهداء الذين يعلموننا درس المواجهة والمنازلة لهذا النقيض ويؤسسون لثقافة المقاومة. اسمح لنا أنت والسادة المشاهدين أن نتابع هذا التقرير ونعاود الحديث. سنوات مرت على رحيل الشاعر الكبير محمود درويش الحاضر الغائب، شاعر الوطنية الفلسطينية، فالشاعر الأممي الإنساني الذي حملته قيم الإنسانية مجددا ليجدو قضيته إلى العالم أجمع، مستنهضا كل معاني العدالة لدى ضمائر الشعوب الأخرى. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، أول الحب عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي. درويش التحم بأشعاره وكتاباته مع مختلف مراحل الثورة الفلسطينية المعاصرة، جاعلا من الكلم رسالة أدبية وثقافية وأخرى سياسية وطنية، فهو من كتب وثيقة الاستقلال وخط خطاب الرئيس الراحل ياسر عرفات في الأمم المتحدة عام 1974. أما في الأدب فجعل من الحب ثورة ومن الأم ثورة ومن الثورة حبا، ولم ينتقص كل ذلك عنده من معاني الحب شيئا، فكان له في الحب شعر خالص. فرحا بشيء ما خفيف كنت أحتضن الصباح بقوة الإنشاد، أمشي واثقا بخطاي، أمشي واثقا برؤاي. أشعار درويش كانت ولا تزال مصدر إلهام للعديد من الفنانين والموسيقيين الملتزمين تجاه قضاياهم الوطنية والإنسانية أمثال مارسيل خليفة وسميح شقير والثلاثي جبران وغيرهم. بين ردة وعيوني بندقية
والذي يعرف ردة ينحني ويصلي لإلهي في العيون العسلية بين ريح. الراحل المنحدر من قرية البروة المهجرة في الداخل توفي ودفن في قلب الوطن، لتضع فلسطين ما قبل المنفى نفحة من روحها حيث أولى عتبات طريق العودة رام الله، وليكون ضريحه منارة يشير ضوءها نحو كامل فلسطين مشعا بالأمل والأدب والشعر. يارا فارس، تلفزيون فلسطين. إذا أهلا بكم مشاهدينا، وفي هذه الفقرة نتحدث عن الذكرى السابعة لرحيل الشاعر الكبير محمود درويش. مرة أخرى أرحب بالأستاذ مراد السوداني. يعني محمود درويش يعني أصبح أيقونة عالمية وليس أيقونة فلسطينية فقط، الجميع يتذكر محمود درويش، الجميع يطالع شعر محمود درويش، رثته أحلام مستغامي ورثه كثيرون، ترجمت أشعاره إلى العديد من اللغات العالمية. غاب محمود درويش ولكن لم يغب شعر وحضور محمود درويش في أذهاننا، في أفكارنا وفي الشعر الفلسطيني بالتأكيد. الشعراء لا يغيبون لأنهم حاضرون بقوة هذه البلاد التي هي ترتقي إلى سلمة الحضور دائما، والتي تشع بطاقة الحياة للكون، لأنها سيرة الأنبياء وسريرة العارفين وسرة الكون. محمود درويش راوية لهذه البلاد، واستطاع أن يمتد فيها امتداد القمح في الجرح، وامتداد الخيل في الليل، وامتداد المداد في البلاد، فظل عاليا بما يليق بمقولة هذه البلاد، وظل جديرا بعطائها وطاقتها وكلمتها، وظل هاجسه حتى اللحظات الأخيرة، هل يتفوق علينا هذا النقيض في الكتابة والإبداع والشعر؟ فكان أن تقدم وزملاؤه في الثقافة الفلسطينية بمقولة لا تنكسر ولا ترتج، بل تبقى لأنها عالية ووسيعة ومحمولة على إرث مجيد من التضحيات ومن مقولة الحياة وأسبابها والخير العام والجماليات التي طورها محمود درويش كما لم يطور أي شاعر كوني قصيدته بهذا الاتجاه. نعم، محمود درويش يعني أحدث نقلة نوعية في الشعر العربي الحديث، مش فقط في الشعر الفلسطيني، وأدخل يعني هذه الرمزية ومازج ما بين يعني الحديث عن الوطن، الحديث عن السياسة والحب والمرأة في أشعاره، فيعني كان يعني لشعره نقلة نوعية في الشعر العربي الحديث. يعني محمود درويش هو سليل هذا الإرث منذ الجاهلية حتى اللحظة، عبورا نحو العالمية، فأخذ من إرثه ما يضيء على الكونية وامتزج بهذه الثقافة الكونية لكي يؤصل مقولة وقصيدة قادرة على العبور إلى الغد وإلى الزمن، وتبقى على الرغم من كل ما أحاط بهذه التجربة من حصار واعتقال ومن حزن ومن تضحيات نزفها شعبنا الفلسطيني. لذلك بقيت أشعار محمود درويش كما الكتيبة المؤسسة منكوشة على مقابض السيوف وشما عاليا وعلى أعقاب البنادق، بما يؤكد فعل الكلمة الفلسطينية، لأن الكلمة الفلسطينية كلمة في الفعل وكلمة في العطاء وليست مجرد قول، لقد انتقلت من القول إلى الفعل، لأن ثمة سياق من التحرر على هذه الثقافة أن تندرج في سياقه محمولة على التطوير الجمالي وعلى تقديم المختلف في هذا السياق. لذلك اشتغل على تجربته، سار مع أبناء شعبه، روى رواية وحكاية هذه البلاد، واستطاع أن ينقل وجع هذه البلاد إلى خارطة الكون، وهذا هو التحدي. ففي الوقت الذي يضع فيه هذا الاحتلال صور شعرائه وكتابه على العملة، نقول له بأن كتابنا وشعراءنا ومبدعينا هم أيقونات في القلوب، وهم الذين تحفظهم الزهراء والأشبال ويرددونهم في النشيد المدرسي، وهم الذين يقولون مقولتهم على سواتر النار، وهم الذين يحملون هذه الراية العليا. نعم،
أستاذ مراد، واكب محمود درويش في شعره التغيرات والمحطات اللي انتقلنا فيها نحن كفلسطينيين بعد الاحتلال، وطبعا الشتات ووجود منظمة التحرير في الخارج وبعدها العودة في أوسلو وبعدها الانتفاضة الأولى. كيف تنظر إلى اللغة الشعرية لمحمود درويش، وكيف واكبت هذه النقلات في حياة الشعب الفلسطيني، وكيف تغيرت لغته منذ أن كان فتيا وبلش في موضوع الشعر حتى يعني آخر يوم في حياته؟ يعني محمود درويش هو راية عليا ما بين الرايات، بمعنى تجاورت روحه المحاربة والجمالية مع زملائه من الكتيبة المؤسسة التي استطاعت أن تقول قولة الشعر وقولة الكتابة في كل مراحل ومحطات الثورة الفلسطينية، في الشتات عبورا نحو العودة الناقصة إلى فلسطين. لذلك استطاع أن يطور هذه اللغة عبر مشروع شعري، وأن يتقدم برؤية الشاعر القادر على تقديم وتجديد الخطاب الشعري بما يتناسب مع روحه وتطوره الروحي حتى يصل إلى صفاء الكلمة الإنسانية. ثمة جدل حول القصائد الأخيرة لمحمود درويش التي أغرقت في إنسانيتها وجلبت عليه الكثير من النقد، ولكن ظل محمود درويش متشبثا بخيط المقاومة في الكتابة والشعر، لأن الأرض ما زالت محتلة والاحتلال ظل جاثما على صدر البلاد والعباد، وظلت مقولة الشعر عالية لأنها لا يمكن إلا أن تكون كذلك، منازلة مناهضة، تفضح الكراهية، تفضح الظلم، تفضح الظلام والظلاميين، تفضح الغزاة وفعلهم القبيح، وتتقدم بمقولة الخير العام وتنفتح على الحرية المشتهات وعلى الجماليات، بما يؤسس لمنظومة وعي منازلة لكسر سيف الاحتلال الأسود المغروز في جسد هذه الفلسطين منذ ما يزيد على 120 عاما. لذلك كان التحدي في تجربته أن يظل أمينا لنهره الشعري ولكتابته الإبداعية، حفرا في هذا المجرى وتطويرا إلى هذه القصيدة، وليس الكتابة لمجرد الكتابة، الكتابة من أجل تقديم المختلف الاستثنائي، لكي يشار لهذا الشاعر بأنه وريث كبار الشعراء العرب الذين أسسوا لمقولة عبر التراث العربي والإنساني. يعني أيضا محمود درويش يعتبر من أحد مؤسسي الهوية الثقافية الفلسطينية وحتى العربية. بعد رحيل محمود درويش، كيف ممكن بالفعل محافظة على هذه الهوية الثقافية العربية في ظل كل ما نشهده يعني من محاولات لتشويه هذه الثقافة وإدخال يعني مفاهيم أخرى لثقافتنا؟ نعم. محمود درويش مثل ما قلت هو راية ما بين الرايات، وراية عليا وكبيرة، استحق بجدارة أن يأخذ كل هذه المساحة من أهله وشعبه والمؤسسة والقيادة، وأعطي إضافة إلى عبقريته الفذة المساحة الوافرة والفضاء لكي يقدم هذا العطاء. ولكن قلت وأقول، من كان يؤمن بمحمود درويش فإن محمود درويش قد مات وبقي شعره منقوشا في القلوب وفي الوعي، ذاكرة وعطاء وقدرة على تقديم طاقة عليا للشعب الفلسطيني وللأمة العربية وللإنسانية. ومن كان يؤمن بالثقافة الفلسطينية وبالوعي الفلسطيني وبالهوية الفلسطينية فإن هذه الهوية وهذه الثقافة وهذا الشعر وهذه الكتابة حية باقية لا تموت، لأنها برسم أنساغ هذه البلاد وبطولاتها العالية، وأن راية الشعراء يتجددون ويتناسلون من جيل إلى جيل يحمل هذه الراية بما يليق بهذه الفلسطين، وعلينا أن نحافظ على هذه الراية كأجيال جديدة عالية، وأن نسعى إلى تطوير هذه القصيدة، لأن الأمانة أن نتجاوز معلمينا إبداعيا وثقافيا. ولكن السؤال، بعد رحيل الشاعر الكبير محمود درويش، هل الثقافة الفلسطينية والشعر الفلسطيني بخير؟ الإجابة من قبل ومن بعد، يعني من قبل رحيل محمود درويش ومن بعد رحيله، نعم الثقافة الفلسطينية بخير، ولكن الفضاء الحاضن لهذه الثقافة وللشعراء وللكتاب في الوطني والشتات ليس بخير. نعم. على الإطلاق. نعم. بمعنى كان هنالك وما زال من الكتيبة المؤسسة أسماء كبيرة وعالية، الراحل الكبير يوسف الخطيب شاعر كبير ومهول، وقدم للقصيدة الحديثة العربية تجديدات غير مسبوقة، الشاعر المحارب خالد أبو خالد
شاعر كبير وله إسهاماته، وحضوره كشاعر عضوي مشتبك قدم للشعرية الفلسطينية الكثير. الدكتور عز الدين المناصرة الشاعر الكبير الذي استطاع أن يقدم تجديدات مختلفة على صعيد تكنيك بناء القصيدة وتقديم الكثير، وأطفئت الكثير من الأنوار حوله. الشاعر مريد البرغوثي، الشاعر الكبير أحمد دحبور، كلها أسماء عليا، الشاعر أحمد حسين، الشاعر حنا أبو حنا، الشاعر محمد لافي، ومن الجيل الذي يلي أستطيع أن أعدد ما يزيد على 20 شاعرا أثبتوا حضورا على الساحة الثقافية. السؤال لدى الذين أرادوا من بين أهلي أن يوقفوا الثقافة والشعر الفلسطيني على رسم شاعر كبير بحجم محمود درويش، بمعنى يعني المتنبي في عهده كان 1000 شاعر، ولكن تسليط الضوء على المتنبي قتل أبو فراس الحمداني على سبيل المثال. وهذا ما يحصل عندنا في فلسطين. نحن لسنا فقراء إلى هذا الحد لكي نوقف ثقافتنا على قائد أو زعيم أو على حركة أو جبهة أو كذا. هذه البلاد أكبر من كتابها على من يقع اللوم في هذا الموضوع ومبدعيها. أستاذ مراد، على من يقع اللوم يقع في اللوم تهميش أو إطفاء الأنوار إذا جازت التسمية على هذه الأسماء الكبيرة من الشعراء اللي هم أيضا ساهموا في القصيدة وأضافوا حسب ما حضرتك تحدثت وإحنا صدفناهم ولهم البصمة، يعني من يلام في إطفاء الأنوار عنهم أو في تهميشهم لصالح شاعر واحد؟ صحيح قدم ما قدم، ولكن أيضا هناك يعني شعراء. دعيني أقول أنا ونحن في ظلال ذكرى الشاعر الكبير صنوا الشاعر محمود درويش، الشاعر سميح القاسم، لماذا لا يكون هنالك مركز ثقافي ومتحف باسم شاعر كبير بحجم سميح القاسم على سبيل المثال؟ لماذا ينسى شاعر كبير بحجم الشاعر عبد الكريم الكرمي أبو سلمى، الشاعر فواز عيد؟ يعني أبو سلمى وفواز عيد اثنان من معلمي محمود درويش والذي اعترف بدورهما في تجربته الشعرية. من الذي يتذكر الآن هارون هاشم رشيد على سبيل المثال في المنافي بعد تجاوزه 90 من العمر؟ لذلك الذين استلموا سدة هذه الثقافة منذ أوسلو حتى هذه اللحظة، والذين أرادوا أن يوقفوا هذه الثقافة على الشاعر في حياته وبعد رحيله، علينا أن نقول لهم إن في الشتات وفي الوطن شعراء كبار إذا أعطوا من المساحة الوافرة سيستطيعون أن يكونوا على قدر الأمانة وأن يقدموا للثقافة العربية والثقافة الإنسانية الكثير. نحن ننازل هذا النقيض الاحتلالي بالكلمة المقاتلة القادرة على فضح وجهه البشع الذي يقوم بالقتل والاغتيال للرضع وللصغار، وبالأمس أطلقوا النار على شهيد على حاجز بدم بارد في قطنة. لذلك علينا في الثقافة الفلسطينية أن نحافظ على هذه المقولة التي كان محمود درويش واحدا من حراسها، عبر تكريم شعرائنا، تكريم مبدعينا، تكريم مثقفينا، ووضعهم في سياق ما أخذه شاعر كبير، لنعطي القليل من الفضاء والمساحة والدعم والإسناد لهؤلاء في الوطن والشتات، حتى ومن ثم نحاسبهم على مشروعهم الإبداعي وماذا قدموا. لذلك اسمحي لي أن أشكر السيد الرئيس في هذه المناسبة لتقديم عدد من الأوسمة منذ 4 سنوات حتى قبل يومين لعدد من الكتاب والمبدعين والشعراء، وآخرهم هاني جوهرية الذي منحه وسام الثقافة والفنون، الذي وثق بعين القلب في لحظة الاشتباك كل جرائم هذا العدو، وحن مقبل الشهيد المغدور غيلة أمين سر اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين وأمين عام اتحاد الصحفيين العرب لثلاث دورات بعد 31 عاما يكرمه السيد الرئيس. وهنا أسأل المؤسسة الرسمية في وزارة الثقافة، في من تسلموا الوزارات الثقافة المتعاقبة، ممن تسلموا الجوائز سواء في جوائز محمود درويش أو غيرها، كيف لا يعطى هؤلاء الكبار من كتابنا الشهداء الذين كتبوا بالدم لفلسطين؟ وحنا مقبل هو الذي وضع منذ العام 72 مقولة بالدم نكتب لفلسطين. وأقول قلتها وأقول، عندما يتجاوز السياسي مقولة المثقف على المثقف أن ينتبه إلى دوره وأن يعيد الاعتبار إلى مقولته. والسيد الرئيس وأقولها مرارا وتكرارا، لقد تجاوز الكثير من المثقفين بمنحه التكريم
الذي فشلت المؤسسة الرسمية وبعض المثقفين أو المتثاقفين أو المشتغلين بالشأن الثقافي من الاقتراب منهم. فبالتالي هذا شكر واجب، لأنه يعيد الاعتبار معنويا لكبار كتابنا ومبدعينا الذين نحرص في الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين أن نعيد الاعتبار لهم وأن نباهي بهم، لأنهم استطاعوا في مرحلة الثورة الفلسطينية أن ينزفوا هذا الدم وأن يقدموا نقش الفعل الباقي والحاضر بما يليق بدورهم وفعلهم. لذلك نقول لبعض الساسة أصحاب المقولات الواطئة، ونقول لبعض المثقفين الذين يدورون في فلكهم، ولبعض الإعلاميين الذين يدورون في فلكيهما ويعلون ويخفضون، إن الحقيقي سيطرد المزيف، وإن الأصيل سيطرد الدخيل، ومهما أهيل التراب من قبل البعض على بعض الأسماء الثقافية في الوطن والشتات، إلا أن هذه الأسماء باقية، لأن جذورها الإبداعية ستشك هذا اليباس وهذا النسيان وهذا التلطي وهذا المحو الذي يحاول أن يجتاحها، وهذا المحو وهذا المحل لكي تنهض، لأنها حقيقية. يعني أستاذ مراد، حتى لو هم مشوا كأشخاص، أعمالهم الأدبية، شعرهم وكتاباتهم هي باقية، وبالتالي لن يستطيع أحد تهميش شيء موجود وله إرث وله بعد تاريخي. يعني مهما تحدثنا هذا شيء واقع وهذا شيء موجود، لأنه هذه الفلسطين دائما تعطيك بقدر ما تعطيها في كل الاتجاهات. بقدر ما تخلص لهذه الفلسطين ستحملك هذه الفلسطين إلى الكون إذا حملتها بحق وصدق، لأنها مثل ما قلت قضية كبرى وسدرة بهاء ونقطة ضوء عليا وكشافة للزيف. هذا التراب الحر يستطيع أن يفرز الأصيل من الدخيل والحقيقي من الزيف. هذا صحيح. وهذا هو السؤال الذي يليق بنا. مرة أخرى سأقول فيما يليق بمحمود درويش وبما هو جدير به، على الذين اختطفوا محمود درويش من الساسة ومن الكتبة الكذبة ومن الذين ادعوا صداقته وقالوا عنه ما ليس فيه وفيهم، وأقول بأن محمود درويش لا بد له أن يعود إلى حضن المثقفين الفلسطينيين والعرب والإنسانيين، لأنه يليق بهم ويليق بهذه الفلسطين. وأقول بأن مؤسسة محمود درويش ومتحف محمود درويش يليق به بما يليق بهذا المثقف الكبير، أن يكون على رأسه مثقف فلسطيني كبير من الذين حفظوا الوصايا والهوية، والذين يستطيعون أن يقدموا مقولة محمود درويش إلى الكون. لا أن يكون يعني على أستاذ مراد، أفردنا لك مساحة تحدثت فيها عن محمود درويش، وتحدثت أيضا عما يدور في بالك من امتعاضات فيما يتعلق محمود. واجب أقاطع، الوقت انتهى. أعطيناك تحدثت عن محمود درويش، وتحدثت أيضا عما يدور للكتاب في استعيدوا شاعركم، ولفلسطين أن تستعيد شاعرها، ليكون على سدة المؤسسة شاعر وليس سياسي بمقولة واطئة. كلامك هذا ما أردت أن أقول. شكرا لك مراد السوداني الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء، يسعد صباحك وشكرا لك. فاصل قصير مشاهدينا ونكون مع محطة أخرى من محطاتنا.
يسعد صباحكم مشاهدينا وين ما كنتم بتتابعونا. مؤسسة يدا بيد للأعمال الخيرية والتي تعمل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية على تطوير منظومة العمل الخيري الفلسطيني عبر مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تستهدف الجامعات والأسر الفلسطينية المحتاجة في مختلف المناطق. يعني مع بدء افتتاح العام الدراسي لهذا العام تنشط هذه المؤسسة لتقديم الحقائب والقرطاسية للعائلات والطلبة من الأسر الفقيرة والمحتاجة. على العموم عبير جوالس مديرة مؤسسة يدا بيد للأعمال الخيرية موجودة معنا. يسعد صباحك عبير. صباحكم. أهلا وسهلا فيك. نستضيف الكثير من المؤسسات والكثير من الحملات ولكن حابين نعرف أكثر عن يدا بيد قبل ما نتحدث أكثر عن العام الدراسي والقرطاسية والحقائب. بداية كتير بتشكركم على هالاستضافة. يدا بيد هي مؤسسة خيرية تعمل من أجل العائلات المحتاجة والأسر. تفضلي. بنعمل من أجل العائلات المحتاجة والأسر الفلسطينية عبر مجموعة من المشاريع خلينا نقول أو في كل مناسبة معينة على مدار السنة بنقدم فعالية للأطفال. يعني بتحكي عن في مناسبات رمضان نعمل إفطارات خيرية، في أيام العيد بنقدم هدايا وملابس العيد بالقرطاسية، كمان على رأس السنة بيكون معنا مهرجين وبابا نويل وشغلات زي هيك. كمان عندنا أسبوع اليتيم الفلسطيني بنشتغل في شهر 4 بمناسبة يوم اليتيم الفلسطيني، نعمل جولات ترفيهية وورشات عمل وبعض الفعاليات في محاولة لأنه نرتقي بفكر العمل الخيري. يعني ما بصف العمل الخيري بس أنه يلا أقدم شغلة وأروح، الموضوع أنه المفروض يصف العمل الخيري حس إنساني داخل كل واحد فينا. هذه هي الإيمج اللي إحنا عم بنفكر فيها. من يعني هذه الصورة اللي تحدثت عنها أبرز المشاريع يمكن اللي بتقوموا فيها خلال يعني الفترة الحالية. صحيح، على مدار سنتين من العمل الاجتماعي والإنساني. إيش المشاريع اللي نفذتوها؟ اللي هي في رمضان إفطارات خيرية طبعا بالتعاون مع بلديات رام الله في نابلس في أريحة. إحنا بنشتغل على مستوى الضفة، عندنا في الأعياد في عيد الأضحى في عيد الفطر السعيد كمان مهرجان شاركنا العيد اللي هي حملة لتوزيع هدايا العيد وملابس العيد. كمان عندنا على رأس السنة اشتغلت إشي في مستشفى رام الله الحكومي اللي هو بمناسبة قدوم سنة جديدة للأطفال المرضى. في عندي هلأ الحملة هاي حملة القرطاسية، وعندنا حملة رح تكون لأطفال مرضى السرطان بإذن الله بعد إن شاء الله. بما أنه إحنا هلأ يعني في موسم العودة إلى المدارس زي ما نقول، فنتحدث أكثر عن حملة تبرع بحقيبة وساهم بفرحتهم. طبيعة هاي الحملة مين تستهدف؟ كم حقيبة يعني حاطين؟ عادة كل يعني حملة بتكون فكرة أنه أنا مثلا بدي أوزع عدد معين مثلا من الحقائب، هل عندكم عدد معين بدكم توصلوه؟ إحنا التارجت تبعنا أنه نوزع 2000 حقيبة على مستوى الضفة، ولكن إذا بيكون العدد أكبر أكيد إحنا بنكون سعيدين أكثر، لأنه إحنا مستهدفين 3 مدن رئيسية التعاون معها رح يكون رام الله نابلس والخليل. هلأ الناس اللي داعمين للحملة حاليا اللي هم رايا اف ام، في عنا كمان شركة ميديا كلينيك للإعلام، وعنا بلان بي، وطبعا كله تحت تعاون وزارة الشؤون الاجتماعية، والداتا كمان من عندهم اللي هي توزيع الحقائب عملية التوزيع. رح يكون عنا 2000 حقيبة إن شاء الله مدرسية بما فيها من قرطاسية، وإذا كمان حبوا يقدموا ملابس المدرسة من مريول من ترينينج رياضة كمان بيكون إشي كتير حلو. في كمان نقطة بدي أضيفها إنه إحنا في جزء من الحملة رح يكون ميداني، وهذا جزء كتير مهم حتى الناس تشوف العمل على أرض الواقع. إحنا مجهزين بوكسات، بوكسز بارتفاع 3 متر وعرض 2 متر رح ينحطوا في مراكز رئيسية في المدن حتى الناس إذا بتحب تقدم مباشرة انه تتبرع بالضبط تتوجه لهي المراكز الرئيسيه. راح يكون في رام الله عدوار الساعه، وفي الخليل عدوار المناره، وراح يكون في نابلس دوار وسط البلد. نعم. فراح تكون في 3 مراكز رئيسيه حتى الناس تكون قادره انها توصل بشكل سهل للمناطق. احكي لنا شوي عن الطاقم العامل في مؤسسه يدا بيد. هل انتم مؤسسه خيريه ام انتم مؤسسه يعني عاملين فيها متطوعين؟ شو نوع العمل اللي انتم بتعملوا فيه؟ وكيف بتوصلوا لهذه الاسر الفقيره والمحتاجه؟ وحكيت انه في تنسيق مع وزاره الشؤون الاجتماعيه. بالزبط.
هلا احنا طاقم العمل مش كتير كبير، بتحكي عن ثلاث صبايا وشاب. احنا مؤسسة غير ربحية، احنا عندنا طواقم متطوعين في كل الجامعات تقريبا، وفي عندنا افراد يعني بنجمعهم وقت ما بيكون عندنا ايفنت وبيشتغلوا ضمن هذا المشروع. هلا احنا بنوصل للناس كثير بيطرقوا بابنا، يعني كثير ممكن انهم يجوا يقولوا احنا بدنا مساعده او بدنا كذا. احنا بناخذ الداتا، بنسال، بنعمل بحث حوالين هدول الناس قديش هم صح محتاجين بحاجه هذا الشيء او لا. وكمان بنتوجه لوزاره الشؤون الاجتماعيه، يعني التنسيق مع الاستاذ سامر علاونه مدير الشؤون الاجتماعيه فرع رام الله. في اي مشروع بدنا نشتغله بنتوجه لهم حتى تكون الداتا يعني سليمه وتوصل الامور لمحلها. إذا نتحدث عبير عن يعني تطوع من هيك حوالي نحكي عن خمس ست سنوات، كان في يعني دائما شكاوى تتردد حول يعني غياب روح التطوع والعمل التطوعي لدى يعني الأفراد، لدى تحديدا فئة الشباب. في السنتين أو الثلاث الأخيرات عم نشوف نشاط في هذا الموضوع، برأيك سبب هذا النشاط والعودة للعمل التطوعي، وهل بالفعل يعني وصل ل كيف المجتمع بحاجة وكيف إحنا كأفراد وكمؤسسات بنطمح، أم ما زال يعني بده عمل؟ يعني من جهة هو لازال بده، يعني بدنا شغل على موضوع إنه الورشات العمل اللي تنعمل في الجامعات في المدارس حتى توعي الشباب قديش مهم دور العمل التطوعي على صعيد الإنساني، على الصعيد الاجتماعي، على صعيد إنه إحنا يعني وطن واحد، إيد واحد. من هون أجا اسم مؤسسة يدا بيد، ولكن في حركة شبابية يعني جيدة خلينا نقول، ولكن بدها شغل أكتر. وهون أنا بفكر دور الإعلام قديش مهم، قديش مهم دور الإعلام في توعية الشباب كمان لهذا الموضوع، في إلقاء الضوء على هاي المشاريع وعلى هدول الأشخاص المتطوعين. يعني خلينا نقول هم بتطوعوا لأنه هم هدفهم إنه إنساني، بس بنفس الوقت لو جينا إحنا كرمناهم بإشي بسيط وألقينا الضوء عليهم، مجموعة شبابية اشتغلت وعملوا زي ما حضرتكم حاليا يعني عم تستضيفونا، بيكون إشي كتير منيح لأيه. صحيح. ولكن إحنا شايفين عبير إنه في كتير حملات وكتير في مؤسسات يعني عملها تطوعي مع بداية كل عام، يعني مش بس يدا بيد، بيكون في عنا كتير فرق وكتير مؤسسات وكتير جمعيات، ولكن ما يهمنا هو مشكلة غياب التنسيق ما بين هذه كل هذه المشاريع التطوعية الخيرية، وهذا ممكن بيشتت شوي الانتباه، وممكن عائلات بتاخذ أكثر مرة، عائلات ما بيوصل لها. صحيح. وأحيانا بتفقد المصداقية. وأحيانا صحيح يعني أنا طرحت هذا الموضوع في وزارة الشؤون الاجتماعية، يعني كان عندي توجه إنه ليه ما نشتغل إحنا كلنا اللي بيشتغلوا بالعمل التطوعي أو بالحملات اللي زي هيك، ليه ما نشتغل ضمن منظومة واحدة بترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية، هيك بتكون الآلية أسهل وبتكون طريقة توزيع حتى الشغل عادي أكثر. بالضبط. فطرحت أنا هاي الفكرة، ما بعرف يعني وين كيف ممكن إنه يساعدونا بهذا الموضوع، بس بتأمل إنه الأيام الجاي تكون طريقة العمل بين كافة المؤسسات والتنسيق إنها تكون يعني لائقة بشكل يطلع للناس. برضه لما نحكي عن يعني العمل التطوعي وروح التطوع، بنحكي عن هذه الحملات الموسميه خلينا نسميها، بكل بالشهر الفضيل بنشوف يعني كثره الحملات مع بدء فصل الشتاء، بدء فصل الصيف، كسوه العيد. صحيح. كسوه الشتاء، كسوه المدارس، يعني بنشوف نشاط للحملات، بينما لم نصل يعني حتى هذه اللحظه الى ثقافه العمل التطوعي يعني بشكل واسع، اللي هو عمل تطوعي يومي او عمل تطوعي اسبوعي، ومش فقط للشباب، كافة أفراد المجتمع زي ما بنشوف يعني في الدول الأخرى. صحيح. بس فيها نقطة مهمة اللي هي مصادر التمويل ومصادر الدخل، يعني هاي كمان مشكلة بيواجهوها المؤسسات اللي بتعمل في هذا العمل. يعني أنا كمؤسسة وأكيد زي كتير إنه إحنا بنواجه مشكلة في الدعم أو في التمويل، مش كتير يعني حجم التبرعات وحجم التعاون من الشركات من المؤسسات التانية مش كتير زي يعني زي ما انت بتكوني حاطه الايمج اللي بدك تطلعي فيها مشروعك، فهي مشكله يعني. او بتكون شركه سين محسوبه على مؤسسه سين، فخلص هذا هو يعني. حتى هي نظام التبرعات الموجوده في المؤسسات
كمان ما فيها تنسيق للأسف. ما شاء الله إنه على الشيء اللي اقترحتيه مع وزارة الشؤون الاجتماعية بصير عندنا تنسيق أكثر حتى يكون في عدالة في التوزيع وما تدخلوا على خطوط بعض. هذا شيء مهم جدا. شكرا لك عبير جوالس مديرة مؤسسة شيادان بيج للأعمال الخيرية. بنتطلع على توزيع إن شاء الله الحقائب والقرطاسية مع بداية العام الدراسي. شكرا لك. شكرا لك يسعد صباحك وأنتم مشاهدينا يسعد صباحكم. فاصل قصير ومنكون مع مهرجان فلسطين الدولي. عش يمان سني بالمجان مع بالتل عش يمان يوم لك وسني كمان مع بالتل عش يمان جرجر كتير نتنب كتير ما في كلام ولا بالأحلام عش عش يمان سني بالمجان مع بالتل عش يمان للعرض مرضي والسرعة عندي سنة حلوة عندك التانية عندي عش يمان سني بالمجان مع بالتل عش يمان مع بالتل سني بالمجان الآن مع بالتل عيش يمان سنة بالمجان موزعة شهر مدفوع وشهر مجاني على مدار عامين. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني paltel.ps. لا تخلي لحظة تفوتك أونلاين خليك حتى لو ما سمعنا صوتك نعرف نتواصل فيك نبقى عطول باستمرار مجتمعين نتواصل ونحكي ليل نهار دواوين نعمل جروب على الواتساب نحكي بدواوين الدراسة وعلى الفيسبوك خليك أونلاين وتواصل بسلاسة تحرك بحرية تواصل 100% فيسبوك واتساب وجوال خليك اتصال. يسعد صباحكم مشاهدينا في هذه المحطة مهرجان فلسطين طبعا الدولي اللي انطلق بنسخته 16 الأسبوع الماضي تحديدا الخميس الماضي. طبعا محطات عديدة وفعاليات عديدة وكبها هذا المهرجان. اليوم يوم الاختتام تحدث في هذه المحطة عن أبرز فعاليات المهرجان والأجواء في هذا المهرجان. هذا المهرجان لهذا العام سلط على قضية التمييز بأشكالها المختلفة والمتنوعة، تمييز ضد الأقليات العرقية الدينية، المهاجرين، السكان الأصليين، التمييز ضد النساء وذوي الإعاقة. كل ليلة من ليالي المهرجان ستتناول هذه المواضيع في مسعى استقطاب الاهتمام الدولي بهذه القضية لكن منظور فني وثقافي فلسطيني. على العموم شرف دار زيت منسق مهرجان فلسطين الدولي موجود معنا في الاستوديو. أهلا وسهلا فيك يسعد صباحك. صباح الخير. اليوم الختام ولكن كانت البداية من يوم الخميس بعد انقطاع العام الماضي بسبب العدوان على غزة. انقل لنا أجواء هذا المهرجان حتى اليوم. احنا مضبوط يعني السنه الماضيه قررنا انه ناجل مهرجان فلسطين وما نعقده بسبب الاحداث على غزه. احنا نحاول في مركز الفن الشعبي دائما يكون بتماس مباشر مع المجتمع، بتماس مباشر مع الاوضاع السياسيه. في العام السابق كان في احداث في غزه، ارتأى مركز الفن الشعبي لالغاء المهرجان وتاجيله للسنه. السنه نحن راجعين بكل قوه بكل شغف وإصرار على استمرار فعاليات مهرجان فلسطين الدولي، لأنه إحنا بنعتبر إنه مهرجان فلسطين الدولي هو إحدى أشكال التعبير عن النفس، وبالتالي النضال. إحنا بنعتبر إنه كسر العزلة الثقافية المفروضة على الشعب الفلسطيني. إحنا بنعتبر إنه مجرد وجود فنانين وفرق فنية من الخارج للوجود في فلسطين وعرض إنتاجاتهم الفنية وتلاقي ما بين الحضارات، وهو كسر العزلة اللي بحاول الاحتلال دائما يفرضها على شعبنا الفلسطيني. إحنا السنة بلشنا في 4/8 واليوم ختام مهرجان فلسطين الدولي، استمر لمدة 7 أيام في رام الله وفي جنين في الناصرة والخليل ودور الخليل. المركز فن الشعبي بلش مهرجان فلسطين الدولي في 1993، لحد اليوم احنا بنحمل نفس الرساله نفس الرؤيه سواء السياسيه الاجتماعيه. يعني سنه بنحكي تقريبا يعني هيك شيء. طبعا دورته 16 احنا السنه، ولكن احيانا كان في انقطاعات اثناء حرب لبنان الانتفاضه الثانيه وكمان مثلا حرب غزه العام الماضي.
يوم الافتتاح كان ملفت، ويعني كان حديث الشارع الفلسطيني انه كان افتتاح المهرجان بتخريج دورات الرقص الشعبي الموجوده طبعا في مهرجان الفن الشعبي، وعروض لاجيال مختلفه متعاقبه 36 فوج او جيل خلينا نقول مرت على فرقه الفنون الشعبيه. ليش الافتتاح تم بهذا الخيار؟ واحكي لنا شوي اكثر عن الاجواء كانت. هو يعني الليلة الأولى كان الافتتاح مع طلاب مدرسة الدبكة التابعة لمركز الفن الشعبي، 350 طفل تخرجوا. هدول الطلاب تدربوا على مدار 9 أشهر، من شهر 6 لشهر من شهر 9 لشهر 6 من كل عام احنا بندرب طلاب. طلاب سوينا لهم حفل تخريج، قدموا لوحات فولكلورية مستوحاة من الفولكلور، تدربوا عليها عن قبل مدربين من فرقة الفنون. العرض كان هيك يعني مزيج ما بين أطفال صغار ما بين شباب. بلشنا بطقوس افتتاح مهرجان فلسطين اللي جسدت موضوع المهرجان السنة اللي هو التمييز العنصري. كان في طقوس الافتتاح 55 مؤدي جاءوا من مختلف المناطق، من مخيم عسكر، من رام الله، من طلاب براعم مدرسة الدبكة. هذا المزيج حاولنا نجسده يعني عشان نحكي رسالة انه كبار وصغار احنا على خشبة مسرح واحدة، بنقدم انواع مختلفة من الرقص، قدمنا دبكة، هيب هوب، افرو دبكة، انواع مختلفة من الرقص حاولنا نجسدها على خشبة المسرح عشان نوصل رسالة انه احنا كل واحد اللي بيختلف بينه وبين الاخر هو البصمة فقط. يعني عشان هيك شعار المهرجان السنة هو البصمة، عشان نحكي انه بغض النظر عن لونك، عن عرقك، عن دينك، عن خلفيتك، انت المهم اللي بيميزك عن الاخرين هو فقط بصمه ايدك مش شيء ثاني. الليله الثانيه هي كانت مع فرقه الفنون 3 أجيال منذ التاسيس، يعني اللي اسسوا الفرقه من 1979 لل 2015 كان فوق ال 100 دبيك على المسرح عم بيأدوا. هي كمان رساله انه احنا واحده من الرسائل اللي بنحاول نقدمها خلال المهرجان او مركز الفن الشعبي في فرقه الفنون، انه احنا بنحاول نعزز التراث، ننقله من جيل لآخر، نتعامل معه كشيء حي يمكن تطويره. حيوي بمعنى انه احنا لا نتعامل مع التراث كشيء منقوش على الحجر، لا احنا نتعامل مع التراث كشيء حيوي فعال دائما متجدد، دائما الهوية هيك متجددة. نعم. هذا العام ايضا استضفتم لوحات فنية متنوعة عندنا من فلسطين، كردستان، العراق، ارمينيا، ايرلندا، اضافة الى الاردن. ويعني هذا دائما الشيء اللي تعودناه من هذا المهرجان، انه يحاول يكون نحو العالمية قدر الامكان، ومن يستطيع أن يأتي إلى فلسطين لتقديم الفن والإبداع هو مرحب فيه. صحيح، إحنا يعني السنة تواجهنا لعدد كبير من الفنانين، وإحنا بصراحة دائما بواجهنا هيك معيقات معينة اللي هو يعني رفض تصريح. يعني أثناء يعني مثلا في عنا فرقة من أرمينيا بيرت رفضوها، لم يمنحوها الفيز. بعض الفرق الفنية من الدول العربية ما بمنحهمش تصريح، فإحنا السنة كان عنا إشكالية في هذا الموضوع، رفضوا فرقة بيرت وبالتالي اضطرينا نستبدلها بفرقة الفنون، لأنه إحنا في الليلة الثانية من مهرجان فلسطين مع الفنون كان في أكثر من 2000 مشاهد رغم أنه المدرج بوسع 1700، فاضطرينا بالأمس أنه نساوي كمان ليلة لفرقة الفنون، وكمان كان الحضور فوق 1400-1500 مشاهد. السنة احنا في عنا الليلة مع الفنان عمار الكوفي من كردستان العراق، وكان في عنا عزيز مرقة من الأردن، وكان في عنا فرقة من إيرلندا، فرقة رقص، وبالتالي هو مهرجان دولي إضافة له منبر لفرق محلية. يعني في فرق مقدسية، نبع التراث، ونريز، وشاح، هذول قدموا كمان عروضهم الفنية سواء في رام الله أو في مناطق مختلفة. شكرا لك شرف دار زيد، منسق مهرجان فلسطين الدولي. نتمنى لكم كل التوفيق في ليلة الختام، ويعني نأمل لمهرجان فلسطين الدولي للعام القادم ايضا ب يعني حلة جديدة وفنانين وفنانات وفرق ايضا موجودة في فلسطين. شكرا لكم، صباح الخير. صباحك وشكرا لك. فصل قصير مشاهدينا، ونكون مع اخر محطة من محطات فلسطين هذا الصباح، ونفوق حوالي 43 الف طير في فلسطين بسبب موجة الحر اللي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة. لما بدك تحكي دولي خلي الكلام يطول، مع جوال كل شي معقول احكي ولا تخاف عالرصيد، ونحكي الحزن اللي بتريد، تواصل مع احبابك يلا مسي عليهم بالعيد، الحزن اللي بدك اختار واحكي بقلل الاسعار.
جوال تهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير. صباحكم وين ما كنتوا بتتابعونا مشاهدينا. في اخر محطه نتحدث عن نفوق 43 الف طير طبعا شمال الوطن نتيجه موجه الحر اللي شهدناها بالفتره الاخيره. طبعا مع المهندس مجدي عودي مدير مديريه الزراعه في جنين. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك معنا في فلسطين هذا الصباح. احنا نعرف انه مديريه الزراعه طبعا بالتعاون وتنسيق مع دائره الارصاد الجويه كانت بتتابع حاله يعني موجه الحر اللي شهدتها البلاد قبل ايام، ويعني اعطيتوا تعليمات وتحذيرات للمزارعين. المفروض لماذا حدث يعني لماذا حدثت هذه الخسائر وهذا العدد من طبعا الطيور ومنتجات الطيور اللي تلفت بسبب موجة الحر؟ طبعا أنا بالبداية بحب أعطيكم فكرة عن الواقع الدواجن في محافظة جنين. جنين سنويا تنتج حوالي من 7 إلى 8 مليون دجاج لاحم. جنين هي المحافظة رقم 2 في الوطن من ناحية الدجاج اللاحم. في جنين ينتج حوالي 300 ألف، موجود هنا في جنين حوالي 300 ألف دجاج بياض، عندنا حوالي 120 ألف حبش، عندنا 7 مفرخات، عندنا إنتاج حوالي 30 مليون إلى 35 مليون بيضة، 30 مليون صوص. يعني الرقم إذا بتحكي عن 43 يعني حوالي 6 إلى 7% من مجمل الطيور التي تربى في جنين. هذا رقم ليس كبير جدا، خاصة أنه محافظة جنين يعني محافظة يعني متميزة في الدواجن، كمان متميزة في المزارع الموجودة في المحافظة، وفي عندنا حوالي 7 مفرخات. قطاع الدواجن في محافظة جنين قطاع مهم جدا، قطاع رائد، هناك شركات متخصصة، شركات استثمارية، لكن حدث ما حدث هناك أخطاء تتم من المزارعين. هناك بعض المزارعين ليس لهم قدرة على مواجهة هكذا ظروف جوية، رغم أن وزارة الزراعة عبر الرسائل وعبر الجولات الإرشادية وعبر المواقع الإلكترونية المتخصصة في نقل الأخبار قمنا بإرشاد المزارعين عن كيفية التعامل مع الظروف الجوية اللي راح تسود، خاصة موجة الحر. طيب الهندية. إذا مع كل هذه الإرشادات اللي أنتم قمتم فيها في وزارة الزراعة، نصائح وزيارات ميدانية، ومع ذلك حصلت هذه الخسائر، هل بسبب أنه موجة الحر فاقت كل التوقعات وكل التجهيزات، أم أيضا كان في هناك خلل من قبل مربي الدواجن في التعامل مع الإرشادات اللي
تلقوها منكم؟ لا أنا زي ما حكيت بالأول يعني أنت في موجة حر قاسي زي هذه الموجة يكون عندها خسائر 7% أو 5% مش هالخسائر الكبيرة، خاصة يعني إحنا بنحكي عن قطاع يعني إذا الدجاج اللحم حاليا مربى في جين حوالي 600 إلى 650 ألف، إذا نفق حوالي عندنا حوالي 21 ألف هذا الرقم مش رقم مش كبير، هذا في موجة حر واحدة في موجة حر، يعني ما بالك لو الجو إحنا صار شهر 8 لو الجو زاد حرارة وزاد جفاف وبالتالي نفق طبعا قسم اخر من الطيور ولازم نحط عليه. هناك احنا كان تخوفنا في وزاره الزراعه ان تستمر موجه الحر وان يضطر المزارعين الى بيع قطعانهم خاصه الدجاج اللاحم في اعمار صغير، يعني احنا شفنا انه بلشت الاسعار تنهار، يعني بلشت الاسعار في موجه الحر يعني نزلت حوالي الى 8 شيكل 8 شيكل ونص سعر الدجاج الحي في باب المزرعه، الان ارتفع وصل ل 10 شيكل، لكن هناك يعني نتيجه انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، يعني بتعرف انه موجه الحر صار في انقطاع للتيار الكهربائي بسبب الاحمال بسبب الاحمال الزائده، وهناك في بعض المزارعين عندهم بدائل للتيار الكهربائي لكن حدثت عندهم مشاكل، في عندنا مزرعه في عجه لوحدها يعني حوالي 9000 دجاج بياض يعني لكن هو كانت الخسائر هي خسائر محدوده، مزارعنا اصبح متمكن للتعامل مع الظروف القاسيه، وزاره الزراعه يعني بتكون في جهد عظيم في هذا المجال خاصه بالارشاد وبالتوعيه المزارعين، وبعدين انا يعني زي ما بحكي لك انه مزارع متميز وبتعرف يعني انه موجه الحر ما توقع المزارع تكون بالقساوه هي لانه ما سبق يعني حسب المعطيات انه منذ 50 عاما انها توصل لدرجات الحراره لهذا المعدل، وخاصه انه احنا كمان كان يلجا المزارعين للتخفيف يعني من الحر انهم يرشوا القطعان بالمياه برضه، لكن هذا سبب في بعض المشاكل عند المزارعين لو ارتفعت الرطوبة بطل قادر الطير على التنفس. فأنا أعتقد إنه هاي كان في إحنا في هاي المرحلة كان في بعض الأخطاء، إحنا كوزارة الزراعة استفدنا من هاي الأخطاء اللي ارتكبها بعض المزارعين، استفدنا من هاي التجربة يعني في التجارب السابقة، أنت بتعرف لما كان إحنا بالسابق لما أجى عندنا الثلوج في المنخفض قبل سنتين كان في خسائر كبيرة، لكن في المنخفض اللي بعده وكان رغم إنه في ثلوج يعني إحنا استفدنا ومزارعنا استفاد والحياة يعني تجربة. صحيح. طب المزارعين اللي خسروا هل رح يتم تعويضهم؟ طبعا احنا منذ اليوم الاول ومنذ في خلال موجه الحر شكلنا طواقم قامت بالكشف، في طواقم قامت بالارشاد للمزارعين لانه صارت الظروف تتغير بسرعه، وفي طواقم كانت توثق الاضرار الزراعيه، احنا في كان عندنا طاقم مؤلف من طبيب بيطري وموثق اضرار ومهندس زراعي قاموا بالكشف على معظم المزارع اللي تعرضت للضرر وقاموا بتوثيق اضرارها، واحنا رفعناها للوزاره على اساس في قرار من مجلس الوزراء برفع توصيات من وزاره الزراعه لمجلس الوزراء عن كيفيه تعويض هؤلاء المزارعين المتضررين، طبعا كله جرى توثيقه وكان توثيق علمي، احنا بنزور مزرعه بنشوف قديش النفوق فيها وكمان بنشرح الطيور اذا كان السبب الحر ولا السبب مرض، يعني لازم احنا نشخص يعني ممكن تكون في يركبوا الموجه لا 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 اكيد لا لا اكيد، وبعدين احنا كوزاره الزراعه مستحيل يعني في كل احداث الاضرار احنا ما بنسجل لاي مزارع الا بلا ما نشوف بعينينا يعني صحيح. يعني طبعا والمزارع صار يعني عنده خبره السنوات الماضيه انه ما بتخلص من طيوره او ما بتخلص من الضرر اللي عنده الا بلا ما تيجي تشوف لجنه وزاره الزراعه ولجنه فنيه وتنفحصها. طيب الاضرار اللي حصلت هل تقتصر فقط على الطيور نتيجه الحر ولا ايضا طالت المواشي والخضار والفواكه؟ لا احنا يعني اثرت موجه الحر بالدرجه الاساسيه على الطيور، ان اثرت يعني على ان في محافظه جنين صارت محافظه منتجه للعنب، ان اتاثر العنب موسم العنب في محافظه جنين نتيجه ارتفاع موجه الحر كمان كانوا يحكوا الحر عشان يستوي العنب لا ما هو استوى العنب بسرعه وسبب بعض الامراض كمان يعني اثر على موسم البطيخ، كان في عندنا حوالي 250 الى 280 طن بطيخ موجوده بسبب موجه الحر ادى الى تلف البطيخ، الضرر كان بس يعني هناك مقتصر على في ضرر ممكن يحدث فيما بعد اذا استمر اذا اجت موجة اخرى ممكن اثر على قطع الزيتون يعني بس لكن هو الضرر كان الزيتون لحد الان يعني لحد الان يعني هو حسب الخبراء الزيتون انه بيحكوا انه موجه الحر بتاثر على تكون اللب خاصه في المرحله هاي لكن انه احنا بنامل انه يكون هذا التاثير يعني ضعيف وانه ان شاء الله ما تكون في موجه اخرى لانه هلا موجه يعني هذا الوقت من السنه مهم جدا في تكوين الزيت في ثمار الزيتون. بالفترة الحالية هل في إرشادات نصائح معينة للمزارعين للتعامل أيضا مع يعني درجات الحرارة اللي شوي مرتفعة؟ طبعا هي الارشادات هي احنا بالنسبه لقطاع الدواجن وجهنا عدد ارشادات، اول شيء ضروره تظليل الحظائر من المنطقه المعرضه للشمس، ضروره تغطيه وتظليل اماكن تظليل مصادر المياه، واذا كان بالامكان يضعوا مكعبات ثلج
في خزانات المياه، كمان ضرورة زيادة عدد المشارب والتأكد من شفاطات والمراوح وتقديم المياه باستمرار للدواجن، كمان البعد عن التغذية في يعني في وقت الظهيرة أساس ما يكتسبش الطير طاقة ويزيد بالتالي درجة حرارته. وكمان في كانت إرشادات بالنسبة لقطاع قطاع البيوت المحمية، ضرورة رش مادة الشيل على البيوت المحمية تهويتها، التأكد أنه الريشت كله منظف، ضرورة رش مبيدات داخل البيوت المحمية للحماية من ما أمكن من موجة الحر. وكان كمان في إرشادات بالنسبة لقطاع البستن الشجرية، ضرورة تقديم ريات مكملة تكميلية للبساتين خاصة اللي ممكن ريها في هذه الفترة. وكمان كان عندنا توجيهات يعني بخصوص النحل، ضرورة تهوية الخلايا ورفعها، وكل هاي القصص يعني تم توجيهها لكل مزارعين. وكان في رسائل إرشادية، وكمان في مزارعين كانوا يجي عندنا، وكمان احنا كنا نزور المزارعين، وكمان خاصة في محافظة جنين كل المواقع الإخبارية اللي الناس على الفيسبوك والمواقع الإخبارية كنا زودنا نشرات متخصصة في هذا المجال. يعني واضح انه احنا داخلين في فترة تغير مناخي، احنا شاهدنا شتاء قارس والثلوج يعني الموجات البرد اللي صابت المنطقة وأيضا ضرر فيها المزارعين، والصيف أيضا هذا العام كان يعني صيف صعب ودرجات حرارة مرتفعة، وهذا بالتالي يدعو إلى تغيير في الخطط ربما والاستراتيجيات، تدريب أكثر للطواقم للتعامل مع هذا التغير المناخي. يمكن هذا العام أيضا يجروا الأعوام السابقة بنفس الوتيرة، فما بدنا يعني نسجل خسائر ويكون في تكيف من قبل وزارة الزراعة والمزارعين مع أي تغير ممكن يكون في المناخ. طبعا لا شك أنه في تغير مناخي واضح، لكن إحنا كوزارة الزراعة في عنا مشاريع تتعلق في التكيف مع التغير المناخي، وإحنا استفدنا زي ما حكيت لك من تجاربنا السابقة في هذا المجال، وصار في عنا خبرة ومزارعنا صار في عنا خبرة، مزارعنا متميز يعني مزارعنا ما تستهني فيه، يعني بجوز لو كان في بعض يعني مزارع من يعني من مزارعين متميزين على مستوى الوطن العربي بسبب أنه في خبرة اكتسبها نتيجة وجود الطرف الآخر، نتيجة يعني التحدي مع الاحتلال، لكن إحنا يعني مستمرين في التواصل مع المزارعين. وكمان يعني بحكي لك كل سنة مع سنة يعني بجوز في محافظة الخليل الأول العام لما جاء موجة ثلج بكى مش مقتنع المزارع إنه ينزل البلاستيك، بس في المنخفض الثاني اقتنع إنه لازم. وكمان يعني المزارعين خاصة يعني بعد ما كل موجة بتيجي قاسية صاروا يعني يدركوا إنه ضرورة حفاظ على مزرعته هو أكبر إنجاز بالنسبة له، لأنه كانت ترتفع الأسعار، فبالتالي إذا بده يحصل على مساعدة من وزارة الزراعة يعني مش راح يحصل على المساعدة اللي هو بتمناها، لكن إذا هو حافظ على مزرعته يعني أنا بعرف إنه كنت في طوباس يعني بعرف طمون المزارعين ناموا في الحمامات 24 ساعة وبعد صار معهم انفلونزا ودخن وهوى وعمل كل إجراءات، وبالتالي كل ارتفعت أسعار البندر وارتفعت أسعار الخيار، يعني خلال أسبوعين يعني ما كان يتمنى أن يحصلوا على خلال سنة حصل عليه خلال أسبوعين. فهي كانت التجربة يعني التجربة، وكمان إنه المزارع صار يعني عنده خبرة، إذا يعني محصوله تلف على طول يستبدله بسرعة، وكنا متوقعين العام يحصل عنا يعني مشاكل في قضية التسويق ونتيجة موجة الصقل، لكن المزارع استطاع إنه يقلب الزرع بسرعة واستطاع إنه يعوض الخسائر، وبالتالي المزارع صار يعني يعتمد على نفسه أكثر، وإحنا هذا اللي بنتمناه في وزارة الزراعة. يعني بالحديث ايضا عن نفوق الطيور وهذه الاعداد الكبيره، انت ذكرت في البدايه انه كان في انخفاض في اسعار الدواجن، هلا مع نفوق هذا العدد هل نتوقع ارتفاع؟ وكان في حديث انه راح ترتفع الاسعار. انا زي ما حكيت بالاول احنا يعني في جنين تنتج جنين 600 الف طير لاحم شهريا، وجنين عندها اكتفاء ذاتي من احنا يعني عندنا في عندنا مزارع امهات تنتج البيض، والبيض بروح على مفرخات، عندنا 7 مفرخات، يعني احنا عندنا حوالي 35 مليون بيضه خصوص ينتج في محافظه جنين شهريا سنويا. يعني كل احتياجات الوطن حوالي تحكي من 50 الى 60 مليون، يعني احنا ننتج حوالي من 55 الى 60% من محافظه جنين. محافظه جنين فيها مزارع امهات، مزارع امهات هي تنتج البيض، والبيض هذا البيض للتفقيس بنفقس الصوص، والصوص بروح على المزرعة. فبالتالي إذا أنت بتحكي عن 21 ألف نفق في جنين من الدجاج اللحم مش رح يكون له تأثير، بس كان إحنا خوفنا وتخوفنا زي ما حكيت بالأول إنه نتيجة إذا استمرار يعني موجة الحر والمزارع بطل يقدر يعني صارت تكاليف الإنتاج تكاليف عالية بالنسبة له، يصير يتخلص من قطعانه. بعدين ما يميز يعني كان في أنا شفت الأسواق كان ينباع الدجاج كيلو كيلو ربع وكيلو نص،
فبالتالي احنا كمان في جنين يعني اللي مميز الامور انه في عندنا حوالي 50% من نظام التربيه نظام مغلق يعني ما لها علاقه البيئه الخارجيه فيه فبالتالي هذا خفف من ايش من من وطاه التاثير السلبي لموجه الحر. وفي عندنا اللي كان كل المشاكل اللي حدثت عندنا في التربيه المفتوحه، التربيه المفتوحه هي بتعتمد على البيئه الخارجيه، وهذا اللي بكون المزارعين يعني فيش عندهم قدره على التربيه صغار المزارعين التربيه المغلقه. لكن احنا في جنين صار في عندنا 50% وهذا التربيه المغلقه اصبحت يعني في تطور وفي ازدياد، فبالتالي يعني بجوز السنه الجايه بمعزل عن كل شيء، فبالتالي بجوز خلال السنوات القادمه يكون نوصل حوالي 70-80%. وهي كلها يعني حتى المزارع بيعتمد على التيار الكهربائي وبيعتمد وكان في عنده مصادر طاقة بديلة، فبالتالي بيكون هذا يعني تأثيره في السنوات القادمة. هذا ما نتمنى دائما. شكرا جزيلا لك المهندس مجدي عودة مدير مديرية الزراعة في جنين. يسعد صباحك. يسعد صباحك. يسعد صباحك وأهلا بك في فلسطين هذا الصباح. ومشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام هذا المشوار الصباحي من فلسطين هذا الصباح، رافقناكم فيه من الثامنة ولغاية الآن. في أمان الله مشاهدينا. يسعدنا.